مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا. عندنا موضوع مهم، هو موضوع الطفل والتلفاز، لانفان اي لا تيليفزيون. كيفاش نقدروا نعرفوا البرامج اللي تليق بولدنا في اي سن؟ ما هما البرامج اللي تتلائم مع مراحل النمو تاع ولدنا؟ هذا الموضوع موضوع حساس وشائك كما قلت. هو جهاز مرئي وسمعي وبصري، يقدر هو سلاح ذو حدين، يقدر يلعب الجانب الإيجابي وكاين الجانب السلبي. يعتبر التلفزيون كفرد من أفراد الأسرة. حصتكم الأسبوعية الموجهة للأولياء ولادنا تحت جناحنا تجيكم هذا الأسبوع بموضوع مهم، هو الطفل والتلفاز. نحكي على محمد نورهان، يحبوا قنوات أو ما يحبوا قنوات كثير، يحبوا قنوات ميكي أو ناتجيو. في الدول الأوروبية يعني رسوم متحركة من صفر إلى عام عامين. لازم يا أولياء تراقبوا واش راهم يشوفوا ولادكم، هذه مسؤوليتكم، لازم تراقبوا. وإلا دخلك الشك ولا حبيت تعرف شفت ولدك مدمن على برنامج ولا، شوف معاه هذاك البرنامج، شوف واش يسوى هذاك البرنامج، وانت كأب ولا كأم واش رايك في هذاك البرنامج، لانه مهم انك تراعي مراحل نمو الطفل. كاين بعض البرامج اللي الطفل ما لازمش يشوفها في سن معين، خاصة برامج العنف. اذا ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا، تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. نتعلم حتى ننجح، نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة، علم وحب وحنان، لا مقبولة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان.